العائلة الملكية البريطانية على موعد مع الحدث الأهم لها في عام 2023، وهو حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا. لحفل التتويج رمزية دينية وتاريخية، حيث سيتم إعلان الملك تشارلز الثالث رئيسا لكنيسة إنجلترا من قبل رئيس أساقفة كانتبري. الحفل سيتم بحضور أفراد من العائلة الملكية البريطانية وسياسيين بريطانيين ورئيس الوزراء البريطاني، إضافة إلى حضور من عائلات ملكية من مختلف أنحاء العالم تمت دعوتها للحضور. الحفل سينطلق من قصر باكنغهام، حيث سيكون هنالك موكب ملكي ستقل عربة ملكية الملك تشارلز وقرينته برفقة الحرس الملكي من قصر باكنغهام إلى دير ويستمنستر. التحضيرات بدأت بالفعل، حيث نستطيع مشاهدتها في محيط القصر وأيضا في مكان الحفل، حيث تم تحضير مكان جلوس الحضور المدعوين، إضافة إلى أماكن تواجد الحشود التي يتوقع أن تأتي بالآلاف لمشاهدة العائلة الملكية البريطانية ومراسم الحفل. أيضا سوف يتم في دير ويستمنستر تتويج الملك تشارلز الثالث، بعدها سيعود إلى قصر باكنغهام وستستمر الاحتفالات لمدة يومين، السادس والسابع من شهر مايو هو موعد الاحتفالات، يحيي البريطانيون خلالها تقليدا يعود إلى مئات السنين عند وصول ملك جديد على العرش البريطاني. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، جمان العزاوي، لندن.